باشا المستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا إخواننا الأحبة أن السيد السيستاني، تمام، اللي هو هنشوف موقعه الآن في الشاشة هو كما يظهر إخواننا الأحبة، بارك الله فيكم، دي الاستفتاءات بتاعت السيستاني وما شاء الله، وكتاب اسمه منهاج الصالحين ده اللي ألفه، ووصايا المرجعية والبيانات الصادرة، تمام. راجل زي ده تخيلوا ان عمرنا ما شفناه بيصلي صلاة واحدة بالشيعة، لا صلاة جمعة ولا صلاة عشاء ولا صلاة ظهر، متخيلين؟ انا عن نفسي بقول لك عمري ما شفته بيصلي صلاة واحدة بالشيعة، لا عمري سمعت له خطبة صوتية، ولا عمري شفت لي درس في العقيدة سمعته منه، ولا عمره قرأ قرآن ولا تحدث في سيرة، ولا حتى شفته بيدي طلبة علم حوالي درس. انا كل اللي بشوفه دايما في الصور بتاعته او الفيديوهات ان هو قاعد كده بيعمل كده حركة، يعني انا مش فاهم يعني ازاي، كيف بمرجعية اولا لا يتحدث اللغة العربية، متخيلين؟ السيستاني لا يتحدث اللغة العربية، لغة القرآن، لغة اهل البيت اللي هو المفروض منهم. بنشوف اجانب من امريكا، من استراليا، من بلجيكا، من فرنسا، عندما يتحولون للإسلام يدرسون اللغة العربية لغة القرآن ويتكلموا معاك ويقرؤون القرآن بطلاقة أفضل مننا في بعض الأحيان، تمام. النهاردة لما جاء أسأل صديق الشيعي هذا السؤال، هل يستحق السيستاني أصلا أن يكون مرجع، سواء هو أو الخميني أو الخامنئي أو كل هؤلاء، هل فعلا السيستاني قدر يوصل معاكم لبيان الأحكام الشرعية في الأصول والفروع؟ هل السيستاني في فروع الدين زي الصلاة؟ تخيلوا أن السيستاني مثلا إخواننا الأحبة فرع الصلاة اللي هي ذكرت في القرآن في آيات عدة، تمام؟ ذكرت في القرآن بآيات عدة. تخيلوا أن السيستاني في أصل الصلاة هذه في أكثر من 113 حكم في الصلاة مش عارفهم؟ إيه يا عم أشرف الكلام ده؟ ده مش كلامي أنا، ده كلام السيستاني، تمام؟ ده مش كلامي أنا، ده كلام السيستاني في موقعه. السيستاني أحبات الكرام أو أي مرجع شيعي، تعالوا كده مثلا نعمل حاجة أنا كنت عملتها في الاستفتاءات، عايزين نعمل البحث بس هنا في موقعه فين. أدي الاستفتاءات كمثال مثلا، ماشي، أدي كده على الموقع بتاعه عشان الناس برضو تستفيد. يعني لو أنا كتبت كلمة على الأحوط، عملت بحث، تمام، خليها ايه على الاحوط، يعني الاحوط، ركز، تمام، ادي كلمة الاحوط مثلا، شوفوا بصوا مقدار اللي هيطلع لنا قد ايه، 9 10، بصوا ده احنا هنخش في 900 1000، ما شاء الله 900 وشوية فتوى السيستاني عجز فيها ان يأتي بحكم شرعي. احبتي الكرام، لوجود كلمة الاحوط، يعني ايه كلمة الاحوط؟ احنا لازم نوضح للاخوة الكرام، مش انا قلت لكم انتم متوقعين هتكلم عن السيستاني كنسب كسيستاني لا لا لا، كل الحاجات دي ما تهمناش، الشعر فينها وبتجاهلوها اساسا، ولكن ربهم السيستاني عنده ده في الموقع بس، احنا ما طلعناش اللي في الكتب، من 900 فتوى عجز السيستاني منهم، انا عددت انا فتاوي الصلاة 113
فتوى في الصلاة، استفتاء في الصلاة على الأحوط. إيه معنى كلمة على الأحوط أحبتي الكرام؟ يعني لم يستطيع الملة أو المرجع أن يصل إلى الحكم الشرعي في الصلاة اللي جميع أحكامها، لو سألت بعض الأطفال دارسين في الأزهر عندنا في مصر هيقول لي أحكام الصلاة 10 على 10. السيستاني 113 موضع في الصلاة عاجز عن إخراج حكم شرعي. لذلك لما تلاقي المرجع كتب كلمة على الأحوط يعني أن المرجع فشل في استنباط الحكم الشرعي. رجل فشل في 900 مسألة في استنباط حكم شرعي منها مسائل أصول كالصلاة، يستحق أن يكون مرجع عند الشيعة؟ لا يستحق أن يكون مرجع عند الشيعة. أنا بسألك أنت يا صديقي الشيعي ما بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، ده يستحق أن يكون مرجع له طلاب تقلده؟ تمام؟ ماشي؟ طيب أليس من شروط العدالة عندكم في يقول لك اللي هو بتقولوا أن السيستاني المرجعية السيستاني لما فاشل في 113 فتوى في شأن الصلاة بس، اللي هي لو بينا الأحاديث وآيات القرآن واضحة جلية، أين علميته؟ جاوبوني. ماشي؟ أين علمية هذا الرجل؟ طب والسؤال الأصعب، ليه السيستاني كمرجع أعلى ما زارش بيت الله الحرام مرة واحدة في حياته؟ وأظن هو قادر، والحج لمن استطاع إليه إيه؟ سبيلا، مش كده؟ بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إيه؟ إليه سبيلا. فين السيستاني من زيارة بيت الله الحرام؟ يعني أنا عايز أسأل أتباع مرجعية السيستاني هذا السؤال. مش أتباع مرجعية السيستاني بس، ده السيستاني ده العصفورة الكبيرة اللي تحتيه عصافير لسه كالشيرازية، أتباع الشيرازي، وأتباع الخامنئي، وأتباع الخوئي، وغيره من المدارس الموجودة في الدين الشيعي الاثني عشري. لذلك لما قلت مراجع مزيفة حطيت لكم بس الرأس السيستاني، وجميع المراجع تقع تحت نفس الإشكالية في موضوع الأحوط. إخواننا الأحبة، لو رحنا موقع الخوئي هناك مقلدين للخوئي، تمام؟ الخوئي ده عنده مؤسسات بقى ما شاء الله، يعني في نيويورك وفي بنجلاديش وما شاء الله يعني. وادي موقع إخواننا الأحبة، أنا طبعا حتى لو قلت على المشاهدين ادي موقع الخوئي ده، يسموه زعيم الحوزات العلمية، تمام؟ الخوئي ده أحبتي الكرام من ضمن الحاجات يعني قدس سره. يعني نفسي أفهم بقى من ضمن الأسئلة اللي دايما بضحك عليها في الفكر الشيعي، الإخوة في التيك توك والإخوة في اليوتيوب، هي كلمة قدس سره. السيستاني دام ظله وقدس سره، الخمنعي دام ظله وقدس سره. احنا عايزين نعرف ايه هو السر المقدس هذا، وده مظله يعني ايه؟ ده مظله يعني عايز افهم يعني ايه ده مظله يعني ولا انتوا حافظين عبارات بترددوها كشيعة وخلاص ما تعرفوش عنها شيء ولا بتفهموا فيها شيء؟ فانا لما تيجي النهارده تقول لي انا من اتباع السيد علي السيستاني او الخوئي او الخمني، اقول لك هؤلاء فشل في بيان معارف الدين. ليه؟ لأن هؤلاء الفشل اللي المفروض أن الإمام عندك وكلهم برواية أصلا مقطوعة السند، أصلا أولا عشان تفهم صديق الشيعي ما عندكش أصلا توقيع صحيح عن المهدي بخلافة المراجع، دي أكذوبة كذبوا عليك بيها. لأن التوقيع اللي هو بيقول لك أصدره الأخير اللي هو انتهت الرؤية ومن كان فيكم طائعا لمولاه كذا كذا، الأمور اللي أنتم بتقولوا بيها بالتقليد أو بوجوب التقليد، توقيع لم يصح سندا اساسا، توقيع فيه مجاهيل. ولما نيجي نسالكم ما شاء الله في روايات مثلا ان الله غضب على الحسن في الـ في الـ في اقرا لي السند، مش على مزاج في الدين الشيعي فيقول لك اقرا لي السند، لكن لو على المزاج احبتي الكرام هيقول لك لا والله لو بدون سند يا عم اشرف هنعمل بيها، هنعمل بيها، لان الدين الشيعي دين المزاج.
تمام. دين الشيعة هو دين الايه؟ المزاج في المقام الاول. تعالوا بس كده لما نيجي نشوف مثلا في فتاوي الصلاة على الاحوط، بس اوضح معلومة مهمة جدا عشان ما نظلمش السيستاني برضو، عشان نكون منصفين قبل ما نوضح. هو السيستاني اصلا فشل في باب الصلاة ب 113 فتوى على الأحوط. والأول ما تسمع كلمة على الأحوط وجوبا اعرف ان هو فشل في استنباط الحكم الشرعي. طيب